الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة سبأ ومع الآية 40 التي تبدأ بقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية فيها توجيه تربوي، يعني يعبر عن هذه القاعدة التربوية بكلمة إياك أعني واسمعي يا جارة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. يا ترى من المقصود؟ سيدنا عيسى إطلاقا؟ المقصود هؤلاء الذين قالوا هو إله، هو ابن الله. فأسلوب لطيف من أساليب التقريع، إذا أردت أن تقرع إنسانا، أن توبخه، أن تضعه أمام خطئه الشنيع، أن تظهر فعلته السيئة، فاتركه واسأل آخر، وليسمع من الآخرين حجم فعلته. الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم يحشرهم جميعا، هؤلاء الوثنيون، هؤلاء الذين عبدوا الأوثان وقالوا هذه الأوثان نحن صنعناها على شكل ملائكة كي نتقرب بها إلى الله عز وجل، دعوة باطلة، نحن نحتنا هذه الأصنام كي تذكرنا بملائكة مقربة طاهرة نعبدها كي نتقرب إلى الله زلفى. فربنا عز وجل جمعهم يوم القيامة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني أنتم أمرتم هؤلاء أن يعبدونكم من دون الله، أهؤلاء الوثنيون عبدوكم، وهل أنتم راضون عن أن يعبدوكم من دون الله؟ أسلوب حكيم فيه تقريع للكفار وتبكيت لهم وإظهار لوثنيتهم وشركهم. قالوا سبحانك يا رب أنت منزه عن الشريك، أنت منزه عن الولد، أنت منزه، ونحن ليس في إمكاننا أن ندعي أو أن نأمر أحدا أن يعبدنا من دون الله، سبحانك يا رب. قالوا سبحانك، ومعنى سبحانك أي أنت منزه عن ذلك، وقد يضاف إلى التنزيه معنى التمجيد. إذا قلت سبح لله ما في السماوات، أي نزهه عن كل نقص ووصفه بكل كمال، هو التنزيه يقتضي التمجيد، لكن التمجيد من باب التأكيد. فالتسبيح بمعنى التنزيه والتمجيد، يعني أنت يا ربي منزه عن كل نقص، وأنت أهل لكل كمال، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحانك يعني ما أعظم شأنك، ما أبعدك عن هذه الأقاويل، ما أبعدك عن هذه الوثنيات، سبحانك أنت ولينا من دونهم، يعني أنت الذي تتولى أمورنا، أمرنا بيدك وحدك، سبحانك أنت ولينا من دونهم.
لماذا؟ لأن الكفار يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمؤمن وليه الله، يهتدي بهدى الله ويسترشد بإرشاده ويقتدي بنبيه ويطبق أمره ويقيم منهجه. أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. طبعا الجن أكثر الجن هدفهم الوحيد الإضلال، فأي إنسان يتعاون مع الجن ليضل الناس عن سبيل الله عز وجل فقد كفر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سحر فقد كفر. وحينما يتعاون الإنس مع الجن يزداد رهقا وشقاء، فزادوهم رهقا كما قال الله عز وجل: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقول الله عز وجل: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. طيب السؤال، في الدنيا هل يملك بعضنا لبعض نفعا أو ضرا؟ كيف يقول الله عز وجل فاليوم؟ جواب هذا السؤال: الناس في الدنيا في عمى، ماذا يرون؟ يرون أشخاصا أقوياء بيدهم أمور البشر. الناس وهم في عمى، وهم في غفلة، وهم في بعد عن حقيقة الإيمان، يرون بعضهم بعضا، فلان بإمكانه أن يفعل كذا وكذا، وفلان بإمكانه أن يوقع ضرا بفلان، وفلان بإمكانه أن يعطي فلانا. حينما ترى الأشخاص مصدر العطاء والمنع والنفع والضر، فهذا أكبر أنواع الشرك. حينما ترى الأشخاص مصدر العطاء والمنع أو النفع والضر، فهذا من أكبر أنواع الشرك. فلذلك نحن في الدنيا قد نرى أشخاصا أقوياء، وبسبب من غفلتنا ومن ضعف يقيننا ومن ضعف إيماننا قد نعزو لهم المنع والعطاء أو النفع والضر. ولكن في الحقيقة لو تأملت مليا، ولو تحققت جديا، ولو كشف الله لك الغطاء، ولو استنرت بنور الله لما رأيت إلا الله في الدنيا. لكن في الآخرة هذا يبدو للناس جميعا، يعني في الدنيا للمؤمن يبدو أن الله بيده كل شيء وأنه لا أحد معه، لكن أهل الدنيا يرون العكس، يرون أن أمورهم بيد بعضهم بعضا، وأن أي إنسان قوي بيده النفع والضر والخير والشر والعطاء والمنع. هذه رؤية أهل الكفر، هذه رؤية أهل البعد، هذه رؤية أهل الغفلة، هذه رؤية أهل الضلال. لكن المؤمن في الدنيا لا يرى إلا الله، ولا يرى مانع ولا معطي ولا قابض ولا باسط ولا معز ولا مذل إلا الله. لكن يوم القيامة هذه رؤية عامة، كل الخلائق يرى أن أحدا ليس بإمكانه أن يعطي أحدا ولا أن يمنع أحدا ولا أن ينفع أحدا ولا أن يضر أحدا. إذن في الدنيا هناك رؤية صحيحة يملكها المؤمنون، ورؤية مغلوطة ضبابية معتمة يقع بها الضالون. لكن في الآخرة هذه رؤية عامة يؤكد هذا. آية أخرى يقول الله عز وجل في كتابه الكريم متحدثا عن يوم القيامة: ألا إلى الله تصير الأمور. وقد يسأل سائل: ما دامت قد صارت إلى الله
فبيد من كانت قبل ذلك؟ بيد من كانت؟ الجواب أن أهل الغفلة والإعراض والكفر والضلال يرون الأمور بيد زيد أو عبيد أو فلان أو علان في الدنيا، فإذا انتقلوا إلى الدار الآخرة، دار اليقين ودار الحق، يرون الأمور على حقيقتها، يرون أن الأمور كلها بيد الله. إذن هذا لا من حيث الفعل، من حيث الرؤية. الأمور كلها بيد الله في الدنيا والآخرة، والأمور كلها تصير إلى الله في الدنيا أم في الآخرة، ولكن أهل البعد والضلال والعمى يرون الأمر معكوساً في الدنيا. لهذا ورد أن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. لهذا ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لهذا يا أيها الإخوة الأكارم أقول لكم: الإيمان لا بد من أن يحصل لأكثر كفار الأرض، للملحدين، للعتاة، للمجرمين، للمنغمسين في شهواتهم، للمنغمسين في أعمال قذرة، للمعرضين. لا بد من أن يقع الإيمان، ولكن يقع بعد فوات الأوان، يقع ولا يستفيدون منه إطلاقا. فالدعوة لا إلى أن تؤمن، لا بد من أن تؤمن، الدعوة إلى أن تؤمن في الوقت المناسب، إلى أن تؤمن وأنت حي، إلى أن تؤمن وأنت شاب، إلى أن تؤمن وأنت صحيح، إلى أن تؤمن وأنت قوي، إلى أن تؤمن وأنت غني، إلى أن تؤمن وأنت فارغ من الأشغال، ذو صحة وفراغ وشباب ومال وقوة. الآن آمن، إنك إن آمنت الآن قطفت ثمار الإيمان في الدنيا والآخرة، إنك إن آمنت الآن شكلت حياتك وفق قواعد الإيمان، اخترت زوجتك بمقياس أهل الإيمان، اخترت حرفتك بمقياس أهل الإيمان، ربيت أولادك وفق المنهج الإلهي. أما إذا تأخرت في الإيمان حتى شاب المشيب، وحتى انحنى الظهر، وحتى ضعف البصر، عندئذ أنت آمنت ولكن بين أناس ليسوا مؤمنين، بين أقرب الناس إليك، أنت في واد وهي في واد، أنت في واد وأولادك في واد. لهذا الإيمان جيد، والأجود منه أن تؤمن في الوقت المناسب، وأن تؤمن مبكراً من أجل أن تشكل حياتك تشكيلاً إسلامياً. ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم يقول الله عز وجل: لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم. يعني أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، هذه نفسك التي بين جنبيك رأس مالك، هي ذاتك، هي المخاطبة، هي المعاتبة، هي التي تؤمن، هي التي تكفر، هي الخالدة لا تموت، تذوق الموت ولا تموت، هي التي تعذب إلى أبد الآبدين، هي التي تنعم إلى أبد الآبدين، هي العاقلة، هي المدركة. هذه النفس إذا خسرتها خسرت كل شيء، قد تخسر كل شيء وتربحها، فأنت الرابح الأول، وقد تربح كل شيء وتخسرها، أنت الخاسر الأكبر. هذا الذي حصل أموالاً طائلة وخسر نفسه، أبقاها جاهلة، أبقاها عاصية، أبقاها غارقة في المعاصي والآثام، أبقاها مشركة، أبقاها كافرة، أبقاها فاسقة. إذا جاءه الموت ماذا تنفعه أمواله الطائلة ومكانته العلية وأملاكه التي لا تنتهي؟ يعني قد تربح كل شيء، دققوا في هذه الكلمة،
وتخسر نفسك التي بين جنبيك أنت أكبر الخاسرين، بل أنت أخسر الخاسرين، وقد تخسر كل شيء وتربح نفسك. سحرة فرعون ماذا خسروا؟ خسروا كل شيء، خسروا حياتهم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هي كل رأس مالهم، لكنهم ربحوا أنفسهم الخالدة بعد الموت. فهي نقطة دقيقة جدا، يعني أكبر خسارة أن تخسر نفسك، أن تبقيها جاهلة، أن تبقيها فاسقة، مشركة، منحطة. ملكت كل شيء وخسرت نفسك، ما ملكت شيئا. خسرت كل شيء وربحت نفسك، ما خسرت شيئا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يعني هل عندك شك أن هذا الكلام كلام الله؟ إذا ما في عندك شك، في بالقرآن آيات خطيرة جدا تعامل معها تعامل جدي. أيام الإنسان ويا للأسف يتعاملون مع البشر تعاملا جديا جديا، ولا يتعاملون مع خالقهم إلا تعاملا ضبابيا أسطوريا. أخي الله تباركنا، أنا خلصت ختمة على العين والرأس، تلاوة القرآن على العين والرأس، ولكن ما قولك إذا تلوت هذا القرآن وأنت لست مطبقا له؟ ما قيمة هذه التلاوة؟ ألم تسمع بقول النبي عليه الصلاة والسلام رب تال للقرآن والقرآن يلعنه؟ هذا الكتاب يجب أن تقيمه في بيتك، في دكانك، في مكتبك، في عيادتك، في أي مكان يجب أن يقام. إذن أشد أنواع الخسارة أن تخسر نفسك. في آيات أخرى جاءت بشكل واضح، أولئك الذين خسروا أنفسهم. أيام الإنسان يكون معه أموال طائلة، يصير معه مرض عضال، يتحسر على هذا المال، لماذا جمعه؟ لماذا؟ يعني أحياناً حينما تعتل الصحة يصبح المال تافهاً لا قيمة له. فكيف إذا أدرك الإنسان في بعض الساعات أن المصير الأبدي هو جهنم؟ فكل ما حصله في الدنيا خسارة في خسارة. لهذا قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكفى بالموت واعظا يا عمر. سيدنا رسول الله يعني فيما يروى عنه تركت فيكم واعظين ناطقا وصامتا. الناطق هو القرآن والصامت هو الموت. لهذا ورد أن في معالجة جسد خاو لموعظة. ماذا يقول الناطق؟ يقول أفرأيت إن متعناهم سنين. متعناهم سنين، إله يقول هذا الكلام، متعناهم أموال طائلة لا تأكلها النيران، بيوت، حدائق، مركبات، مقاصف، رحلات، يخوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في شخص من أهل الفن اعتنى بصحته عناية تفوق حد الخيال، الرياضة والطعام النفيس والمقنن المدروس من قبل خبراء في التغذية، والعشاء فواكه، والحركة الرياضية، وعاش عمرا طويلا، ولكنه في النهاية مات. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تستمعون أنتم في الأخبار أحيانا إنه المليونير الفلاني ملك الحديد ملك الذهب بالعالم مات بيخت أثناء في رحلة بحرية أصبح كالجيفة. طبعا الموت حق، لكن لما الإنسان بيجعل كل رأس ماله في الدنيا ويأتي الموت فقد وقع في أخطر مغامرة. أما إذا كان مهيئ للآخرة شيء، يأتي الموت ينقله من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة،
كما ينتقل الجنين من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. إذن ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. طيب أنا أناشدكم الله عز وجل، لو أن أحدا دعي إلى 100 وليمة، 100، وكل وليمة طعامها أطيب من أختها، وأكل ما لذ وطاب من المقبلات إلى اللحوم إلى الفواكه إلى الحلويات، وبعد هذه الولائم 100 أصابه ألم في أضراسه ولم يهتدي إلى طبيب في الليل، وأمضى 4 ساعات يقول لك لا يعلمها إلا الله كيف مضت، يقول لك الدقيقة سنة الدقيقة، وهو في هذه الآلام الشديدة ليذكر الأكل الفلاني ولا طيبة كانت، هل يذكر ذلك؟ إطلاقا. لو أراد أن يستحضر طعوم هذه الأكلات التي أكلها 100 دعوة دعي إليها، ليلة واحدة من آلام الأسنان تنسيه كل هذه الولائم. فلذلك ورد أن الإنسان إذا مات ورأى مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط في حياتي، ينسى كل المتع وكل اللذائذ وكل الشهوات. وحينما يطلع المؤمن على مقامه في الجنة يقول لم أرى الشر قط. لهذا قال سيدنا علي: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. إذا الله عز وجل أكرمك بالإيمان والاستقامة والعمل الصالح أنت الغني. لهذا قال سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. عندما يأتي الموت 30، 40، 50 سنة أمضيتها في معرفة الله وفي ضبط جوارحك وفي التهجد وفي تلاوة القرآن وفي فهم كلام الله وفي خدمة الخلق وفي الإحسان إليهم وفي الدلالة على الله عز وجل، يأتيك ملك الموت تشعر أنه أقرب الناس إليك، يأتي بأحب الناس إليك: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. ربنا عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أما الذي غاص في الدنيا إلى قمة رأسه ثم جاء يوم القيامة يقال له كما ورد في القرآن: لا مرحبا بكم، والحمد لله رب العالمين.